فاليوم كنعرفوا الانطلاقه نتاع عده مشاريع اللي هي غادي تعزز العرض الصحي بجهه مراكش اسفي، كيف ما تشوفوا جوج مستشفيات زائد 6 نتاع المحطات ولا الوحدات لغسل الكلين تاع الدياليز، واللي في الحقيقه طلع حنا جد فرحانين لانه هذه سابقه في التاريخ نتاع المنظومه الصحيه انه واحد الاستثمار بهذا الحجم وهذا الحجم ديال المال باش غادي يجي شريك ديالنا وغادي يعطينا باش نطوروا هذه المنظومه الصحيه بالاخص في حي سيدي عثمان علي وايضا في مدينه اسفي زائد 6 تاع الاقاليم اخرى اللي غادي تستافد من هذه المحطه ديال الدياليز. هو غيتعزز العرض الصحي بالطبع باش نخفوا الضغط على المستشفيات الاخرى وباش حتى نساهموا في الولوجيات، تحسين الولوجيات باش يكون عن قرب، باش هذاك الولوج باش ما يبقاش الانسان كيمشي ويبعد على المحل السكنه ديالو بالاخص بعض المناطق اللي هي تضعف الهشاشه ولا الكثافه السكانيه. اصحاب المعالي والسعاده، الحضور الكريم، اننا في مؤسسه جاسم محمد بن جاسم الخيريه بدوله قطر نولي اهتماما كبيرا للتنميه البشريه، وهذا هو نهج بلادي بقياده صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى حفظه الله، والذي يوجه دائما بتبني كافه المشاريع التي من شانها رفعة الشعوب وتطورها. كما نعتقد اعتقادا راسخا في المؤسسة بأن الصحة والتعليم هما أساس التقدم والتطور لأي مجتمع بشري على وجه هذه البسيطة، ومن هذا المنطلق تم توجيهنا لتنفيذ هذه المشاريع والتي تمثل بناء عدد من المستشفيات ومراكز غسيل الكلى وجامعة تعليمية وكذلك مركز لتأهيل المعاقين وجامع كبير. إن إجمالي تكلفة المشاريع التي سنقوم بتنفيذها يتجاوز 100 مليون يورو، وإن على يقين تام بأن هذه المشاريع سيكون لها أثر اقتصادي واجتماعي كبير في بلدكم الشقيق. وختاماً أشكركم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤسسة جاسم محمد بن جاسم هي مؤسسة خيرية ذاتية التمويل، لا تستقبل تبرعات من أي أحد، وأسسها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وأخوانه. الحمد لله رب العالمين، أطلقنا اليوم مجموعة من المشاريع التنموية، وهي هذه المشاريع تخدم الأشقاء بالمملكة المغربية بالخصوص بجهة مراكش أسفي. هذه المشاريع تتضمن إقامة مستشفيين، الأول بمدينة مراكش والثاني بمدينة أسفي، كما تتضمن أيضا بناء جامعة تعليمية بمدينة الصويرة، كما تتضمن أيضا بناء 6 مراكز لتصفية الدم وأيضا مركز لتأهيل المعاقين، كما تتضمن أيضا جامع كبير بمدينة مراكش. احنا ان شاء الله يعني هذه المشاريع راح تتكلف تقريبا ما يقارب او ما يتجاوز 100 مليون يورو، اي مليار درهم مغربي. نتوقع ان شاء الله ان احنا ننفذها على مدار 5 سنوات من اليوم. الحمد لله رب العالمين. نشكر كذلك يعني لا يفوتنا ان نذكر جهة مراكش اسفي على ما لقينا منهم من تعاون وتفاني في انجاح هذه المشاريع ووصولها الى اليوم اللي احنا نطلقها. وبالفعل تم البدء في مشروع مستشفى مراكش الحمد لله من شهر، والمشاريع الثانية إن شاء الله على مدى 5 سنوات راح تشوفونها إن شاء الله للنور إن شاء الله.